الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بين التهويل والمخاطر الفعلية. عودة الطفل المختطف فواز القطيفان لعائلته تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس التونسي والقضاء، معركة سياسية توسع الخصوم وتعمق الأزمة. ليبيا وأزمة الحكومة، تحول الصحراء الجزائرية إلى حقل لتجارب نووية فرنسية، جريمة تأبى النسيان. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديد الميديا. مواضيع عدة كانت محل اهتمام وسائل الإعلام هذا الأسبوع، والبداية من إذاعة موزاييك المحلية التونسية التي اختارت تسليط الضوء على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس المنحل يوسف بوزاخر، قال فيها إن استحداث مجلس مؤقت ومعين يعد مخالفا لما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدستور. هذا وأضاف أن الرئيس قيس سعيد خالف الدستور بتمكين السلطة التنفيذية من التدخل في المسارات المهنية للقضاء. بوزاخر أوضح أنه حسب هذا المرسوم يمكن للسلطة التنفيذية الاعتراض على تسمية قضاء ورفض تسمية آخرين. فيما أفرد موقع عربي 21 مساحة واسعة من تغطيته للموضوع، وركز في أحد مقالاته على موقف اتحاد القضاة الإداريين في تونس الذي اعتبر أن المرسوم الرئاسي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يشكل انقلابا على السلطة القضائية. ونقل الموقع ما جاء في نص بيان الاتحاد أن المرسوم يفتقد أدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية شكلا ومضمونا. وأورد الموقع تصريحات الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، جاء فيها أنه مصر أن لا حوار مع الانقلاب، وأنه يطالب بعزل الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباره فاقدا للشرعية حسب وصفه. وفي السياق ذاته اختارت صحيفة العربي الجديد تسليط الضوء على الاحتجاجات المنددة بقرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وركزت بشكل خاص على تصريحات عضو الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم المؤتمر الوطني للبديل الديمقراطي بهدف تشكيل جبهة سياسية موحدة ضد الانقلاب. إلى الشأن الليبي الآن، وكالة أنباء الأناضول سلطت الضوء على النقاش الذي دار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مع المستشار الأممي ستيفاني ويليامز حول التطورات السياسية في البلاد في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية. هذا وذكرت الوكالة أن دبيبة أكد ضرورة استكمال خريطة الطريق ومسؤولية مختلف الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال العام الجاري. وأضاف أنه تناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف بهدف وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وفق تعبيره. في نفس السياق ركز موقع قناة دوتش فيلا على تجديد مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال لقاء كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد أدبيبة ورئيس الوزراء المكلف من البرلمان حديثا فتحي باشاغا على أهمية حفاظ مختلف الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء في البلاد من أجل وحدة واستقرار ليبيا وأهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. ننتقل مشاهدينا الآن إلى موضوع آخر، حيث اختارت منصة قناة العربي تسليط الضوء على الجرح الجزائري الذي لم يندمل بعد وفق وصفها، حيث أشار موقع التلفزيون العربي إلى أن فرنسا ما تزال تواصل إنكار ارتكابها الجريمة التي راح ضحيتها آلاف الجزائريين منذ عقود على تحول الصحراء الجزائرية إلى حقل لتجارب باريس النووية. فبين عامي 1960 و1966 قامت فرنسا بإجراء 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية راح ضحيتها آلاف الجزائريين بين قتيل ومصاب بأمراض سرطانية وتشوهات خلقية. لنتابع تفاصيل أكثر في هذا الفيديو.
وفي نفس السياق خصصت وكالة الأنباء الجزائرية مساحة لتغطية الذكرى 62 للتفجيرات النووية برقان في الصحراء الجزائرية، وذكرت على لسان عدد من الأكاديميين والأعيان في المنطقة أن جرائم فرنسا الاستعمارية المتستر عليها والتي ارتكبتها في الصحراء الجزائرية لا تزال آثارها وبقاياها النووية قائمة إلى اليوم، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود لفضحه على حد تعبير الوكالة. هذا ونقلت تصريحا لأحد المختصين في التاريخ، أكد خلاله أن مخلفات تلك التفجيرات التي راح ضحيتها أنذاك 10,000 من الجزائريين لا تزال قائمة لليوم وتتجسد بشكل خاص في التشوهات الحركية والعقلية، إضافة إلى أثار لحقت بالأجنة في بطون أمهاتهم، فضلا عن التلوث الإشعاعي المدمر للبيئة ما جعلها منطقة غير صالحة للعيش. إلى صحيفة الشروق الجزائرية وتحت عنوان مقاضاة فرنسا دوليا على جرائمها النووية في الجزائر، اختارت التركيز على تصريحات إحدى المنظمات الحقوقية المعروفة باسم إيكان الجزائر والتي تدافع عن ضحايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر. هذا أشارت الصحيفة إلى أن الجمعية بصدد إعداد ملف قضائي لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رداً على ما قالت إنه عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب الجزائريين المتكررة بالتعويض عن ضحايا هذه التفجيرات بجنوب البلاد. مشاهدينا، نختتم جولتنا بهذا الفيديو الطريف من قناة سكاي نيوز عربية، حيث يعمد عدد من المتطوعين إلى تقديم البيض والقهوة للمحتجين على التدابير الصحية لمكافحة وباء كورونا في كندا. لنتابع. كانت هذه أبرز المواضيع التي تناولتها وسائل الإعلام، فما هي المواضيع الأبرز التي غلبت على توجهات وسائل التواصل الاجتماعي؟ يطلعنا أكثر الزميل محمد سليمان. محمد، تفضل. شكرا لك أحلام. حديث قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل أول ملفات أجندتنا، أما عن القارة العجوز فإننا اخترنا تصاعد التظاهرات في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على غلاء المعيشة، ومن القارة الأمريكية إغلاق الطريق الرئيسي للشاحنات بين كندا والولايات المتحدة. البداية من السودان. البرهان يقول إن التعاون الأمني والاستخباراتي بين السودان وإسرائيل لم يتوقف منذ لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والمنصات تتفاعل. صحيفة استقلال اعتبرت تصريحات البرهان دفاعا عن التطبيع مع الاحتلال، وتحديدا في نفيه أن تكون زيارة وفده مؤخرا إلى تل أبيب لأسباب سياسية. الجزيرة مباشر نقلت عن البرهان نفيه زيارة مسؤول إسرائيلي كبير للسودان، وأن كل الزيارات من مسؤولين عسكريين وأمنيين، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا بين دول العالم، وهو ما أدى بحسب البرهان لمساعدة السودان في القبض على مجموعات إرهابية كانت يمكن أن تهدد أمن البلاد والإقليم. الحدث عنون في ذلك باقتباس من البرهان: تعامل السودان مع إسرائيل لم يتوقف منذ لقاء عنتبي في أوغندا، إلا أن كل العلاقة محصورة في التعاون الأمني والعسكري. وتورد في التفاصيل أن البلدين كانا أعلنا في 2020 استعدادهما لتطبيع العلاقات عبر بدء علاقات اقتصادية وتجارية متبادلة. يورو نيوز عربي وضعت كلام البرهان عن الزيارة في سياق واحد مع رفضه التهديدات الغربية بعقوبات، وذلك ردا على تصريحات أمريكية أكدت بحث واشنطن في خيارات للرد على مقتل ما لا يقل عن 79 محتجا بحسب حصيلة لجنة الأطباء المركزية السودانية، وعلى تحركات لعرقلة الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون. التلفزيون العربي عرض مقطعا من المقابلة التي تحدث فيها البرهان عن العلاقات مع إسرائيل. نشاهد. الأجهزة الاستخباراتية فقط، وهذه تتم مع معظم دول العالم، لماذا التركيز على هذا الأمر؟ ونحن نرى أنه أمر مشروع لهذه الأجهزة
ويمكن لا أزيع سر أن هذه المعلومات المتبادلة مكنتنا من أن نضبط كثير من التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل السودان التي كان يمكن أن تسبب في زعزعة الأمن. وإلى بريطانيا، عشرات البلدات والمدن تشهد مظاهرات رفضا لارتفاع كلفة المعيشة وتأثير موجة الغلاء على الأسر الأقل دخلا. حول ذلك ديلي ميل تعنون عبر حسابها على تويتر: خرج الألاف إلى الشوارع في جميع أنحاء بريطانيا في احتجاجات عنوانها لا أستطيع الدفع، رافضين ارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع فواتير التدفئة والوقود وتكاليف النقل. بوابة ألفي تركزت من شعارات المتظاهرين على المطالبة برحيل رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث حمل عدد منهم لافتات مكتوبا عليها: فليغادر المحافظون. ومن الشعارات التي رصدها المقال: ربما لو ادخرت من ثمن الجبن لكان هذا ساعدني في إبقاء مصابيحي مشتعلة، في إشارة إلى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء رغم تعرضها مع قيود الحكومة الخاصة بوباء كورونا. صحيفة تواصل ختمت مقالة عن الموضوع بما كتبته السكرتيرة الوطنية لجمعية الشعب لورا بيكوك، ومفاده: لا ينبغي أن تدفع الطبقات العمالية ثمن أزمة لم تكن من تسبب بها، محذرة اتحاد النقابات البريطاني من أن العمال ذوي الدخل المنخفض يواجهون فترة صعبة للغاية مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 3 عقود. الميادين جو شاركت مقطع فيديو عبر تويتر لمشاهد من المظاهرات، أشاهد. ومن احتجاجات بريطانيا إلى احتجاجات من نوع مختلف في كندا، سائقو شاحنات معارضون لقانون جديد دخل حيز التنفيذ في 15 يناير أصبح عليهم بموجبه الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بدأوا بقطع حركة المرور عبر الحدود إلى أوتاوا، وأغلقوا أكثر المعابر ازدحاما مع الولايات المتحدة. السياق عن ذلك تقول: هناك بعض الدلائل المبدئية على أن احتجاجات كندا قد تشعل أحداثا مشابهة في أجزاء أخرى من العالم، من فرنسا إلى الولايات المتحدة، فماذا لو قرر سائقو الشاحنات الأمريكيون تنفيذ احتجاج مشابه؟ هل يمكن أن يجلبوا بين مزدوجين فوضى مماثلة إلى نيويورك أو واشنطن؟ أما قناة الحرة فعنوانها: تظاهرات كندا تستمر في إغلاق حركة المرور مع الولايات المتحدة، وإن كانت قد خفت حدة المواجهة على جسر امباسادور الذي يربط كندا بالولايات المتحدة بعدما أقنعت الشرطة الكندية المتظاهرين بسحب شاحناتهم بعيدا عن المعبر. العربي الجديد الصحيفة عنوانها ركز على دعوة الولايات المتحدة كندا إلى استخدام القوة لإنهاء الإغلاق، خصوصا مع وجود تحذيرات من قافلة حرية في واشنطن ستنظم في بداية مارس. وهنا البيت الأبيض يؤكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أن هذه القافلة لن تعطل التجارة أو المواصلات. ولذلك ربما عرضت الولايات المتحدة على كندا تقديم الدعم الكامل عبر وزارة الأمن الداخلي من أجل رفع الإغلاق بناء على ما ورد في عنوان الشرق للأخبار. فيكس برو عربي يوضح أن الاعتصام يعطل تنقل حوالي 40,000 شخص، وبضائع تنقل بحوالي 300 مليون دولار يوميا بين البلدين. تي آر تي عربي نشرت مقطعا من أجواء هذا الإضراب وكيف بدأ، أشاهد. إذن هذا ما لدينا من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، عودة إليك أحلام. شكرا لك محمد. حالة هلع وقلق تغذيها التصريحات الغربية حول ندر حرب وشيكة في أوكرانيا، مما يوحي بأن خيارات الدبلوماسية قد نفذت. المزيد في تفاصيل حدث هذا اليوم. العالم يحبس أنفاسه وطبول الحرب ما زالت تقرع، فهل ساهم الغرب في تهويل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟ نستهل جولتنا من صحيفة القدس العربي وتحت عنوان أوكرانيا بين التهويل والمخاطر.
أشارت إلى تواصل التصريحات الأمريكية حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا. هذا وقالت الصحيفة إن هذه التصريحات يقابلها نفي روسي يترافق في نفس الوقت مع زيادة الحشود العسكرية، كما تتوالى المشاورات الأمريكية الأطلسية وزيارات القادة الأوروبيين إلى موسكو مقترنة بالتلويح بعقوبات اقتصادية قاسية ستكون الرد على أي غزو روسي. هذا وتضيف القدس العربي قائلة إنه رغم كون شبح المواجهة العسكرية المباشرة يبدو مستبعدا في الوقت الراهن، إلى أن الحشود الروسية والمناورات التي تنشر أسلحة صاروخية ونووية حساسة تضع خطابات التهويل على محك المخاطر الحقيقية حسب وصفها، إذ ترى أن الأوكرانيين على اختلاف ولاءاتهم سيكونون الضحية الأولى حسب وصفها. من جهتها عنونت الشرق الأوسط مقالها: الخوف يجتاح أوكرانيا قبل جيش بوتين. وأماطت اللثام عن التوجس الذي تعيش على وقعه الجمهورية السوفيتية السابقة. هذا وتقول الصحيفة: فيما وجد الغرب نفسه في سباق مع الزمن لثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، تجد الأخيرة نفسها في قبضة خوف زاد من وطأته سحب الدول الغربية دبلوماسيها من كييف أو تقليص عددهم، حيث طلبت الولايات المتحدة من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف المغادرة. كما أن روسيا أيضا قلصت طاقمها الدبلوماسي، فيما طلبت دول عدة حول العالم من رعاياها مغادرة البلاد فورا. أما الواشنطن بوست فنقلت عن مسؤولين غربيين عزمهم دعم حدود أوروبا الشرقية بقوات إضافية تحسبا لغزو روسي وشيك لأوكرانيا، مطالبين الولايات المتحدة بقوات ردع لروسيا خشية أن تمتد سيطرتها على أجزاء من أوروبا الشرقية عقب غزو أوكرانيا. نيويورك تايمز ركزت على لغة التصعيد وذكرت أن الاستخبارات الأمريكية حذرت بايدن من أن روسيا ستختلق ذريعة لغزو أوكرانيا، وقد تعتزم نشر شريط فيديو مفبرك يظهر هجوماً شنه أوكرانيون على الأراضي الروسية لتشن روسيا هجومها ضد أوكرانيا. ننتقل إلى موقع دوتش فيلا الألماني، بدوره أشار إلى نذر الحرب تتزايد عقب المكالمة التي دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كان ينظر إليها فرصة أخيرة أمام الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، لكن جاءت التصريحات بخلافها ولم تحقق النتائج المرجوة، وبات الحديث عن هجوم مرجح للغاية، هذا وفق ما ورد في الموقع. إندبندنت عربية وتحت عنوان طبول الحرب أعلى من الدبلوماسية، فنقلت كلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيها في وقت سابق إن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير الهلع، مطالبا بدليل قاطع على هجوم مخطط له ومنددا بما وصفه بالرعب الأخطر من الحرب. لنتابع. We are on these borders. It's our borders. It's our territory. You know, I have to speak with our people, like, like president, and say people truth, and the truth that we have different information. And now the best friend for enemies that is panic in our country, and all this information that helps only for panic doesn't help us. وفي السياق ذاته ركز موقع الجزيرة نت على تصريحات مسؤولين أمريكيين قالوا إن الهجوم الروسي على أوكرانيا بات قاب قوسين أو أدنى، وأورد الموقع أن واشنطن أبلغت تل أبيب بموعد الهجوم الروسي المحتمل على الأراضي الأوكرانية وسط هيمنة أجواء الحرب في أوكرانيا التي دعت شعبها لتجنب الذعر وأكدت استعدادها عسكريا لصد أي هجوم. وفي خضون ذلك فإن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري ضد جارتها الغربية بات وشيكا وعاليا، بما يكفي لسحب الكثير من موظفي السفارة الأمريكية بالعاصمة الأوكرانية كييف، هذا وفق ما ذكرت الجزيرة نت. وأيضا أضاف الموقع أن 9 دول عربية حذرت رعاياها من السفر إلى العاصمة الأوكرانية.
من جملة التصعيد أيضا ما نشرته الوكالة الأوروبية للأنباء يور نيوز لما قالت إنه اختبار روسي بيلاروسي لقاذفات الصواريخ. لنشاهد تفاصيل أكثر في هذا الفيديو. ننتقل من جديد إلى زميل محمد سليمان ليطلعنا أكثر على أبرز توجهات وسائل التواصل الاجتماعي. تفضل محمد. شكرا لك أحلام. إذن خبر سار حرك مواقع التواصل الاجتماعي. الطفل فواز قطيفان قصته تجد نهاية سعيدة بعودته إلى أهله بعد أن دفعت الفدية، لكن الحدث برمته طرح أسئلة عدة، بداية عن حالة فواز وعما تعرض له ووصولا إلى دور النظام في تلك المحنة. الجزيرة مباشر تعنون بعد عودته إلى أهله مصدوم لكنه بخير، وفي التفاصيل جمع لقاء مؤثر يثلج الصدور بين الطفل السوري فواز وعائلته بعد عودته وانتهاء المأساة التي مر بها على مدار أشهر على يد مجموعة من المجرمين وفقا لما أعلنته وزارة داخلية النظام. التلفزيون السوري يعلق على أول لقاء من وحي المشاهد. يا حبيب قلبي يلا اضحك، عبارة مقتبسة من اللقاء الأول الذي جمع الطفل بعائلته بعد الخطف. نشاهد. يلا اضحك اضحك يا فواز. ماذا قال فواز ببراءة عما تعرض له أثناء فترة اختطافه؟ صحيفة سيرتش الإلكترونية تنشر لقاء مع الطفل متداولا في المنصات. نشاهد. كرتون ولزقوها وبالشاص شو بالسفنج خليه ما تتاجع وذرون على الخفيف بقول آخ آخ تأخذون يا ما تحبوا الله. بعدين جابوا فرد عندهم بارودة فرد حطيت فرد براسي والبارودة حضني قالت له أبو أبوي تأخذونه وأذبح حالي. بعدين في زلمة قال شو هذا كله أخوات الشغلة هذا كل شيء في عندهم نربيش وكشات بلش يضربوني بالنربيش والكشات واحد بصور. إيجي بلس تعلق بعد دفع الفدية المقدرة بنحو 140 ألف دولار الطفل يتحرر وهو بصحة جيدة. يذكر أن المجموعة الخاطفة وضعت الطفل أمام صيدلية بمدينة نوى في ريف درعا بعد مضي أكثر من 3 أشهر من اختطافه. عن دور النظام وحوله علقت العربي الجديد مما تداوله ناشطون. النظام حاول إظهار الاهتمام بقضية الطفل فواز واستغلالها إعلاميا لمصلحته دون بذل أي جهد حقيقي لإطلاق سراحه. وتبنت المقالة المنشورة هناك اتهام النظام وأجهزته بالتورط في عملية الخطف أو على الأقل تقاعسهم الكبير، فيما لا يزال العديد من الأشخاص مختطفين في المحافظة بينهم الطفلة سلام الخلف المختطفة منذ أكثر من 2 عامين. فيما عنونت روزنامة النظام السوري يزعم تحرير فواز قطيفان ومصدر يدحض روايته. وفيه تورد مضحك أن قائد الشرطة بدرعا ينقل خبرا عن دفع فدية مالية للخاطفين. لو كان هناك جهاز شرطة ودولة لما دفعت ليرة واحدة للعصابة الخاطفة، هذا إذا لم يكن لهم دور بعملية الخطف، نقلا عن رأي لصحفي معارض. قضية الطفل المخطوف فواز قطيفان، أي أمان وفره النظام للسوريين؟ سؤال أجابت عنه العربي الجديد في هذا المقطع. أورينت للأخبار تعنون محادثة مع أحد أفراد العصابة تكشف كم دفع ذو الطفل مقابل إطلاق سراحه.
كشفت المحادثة بين عائلة الطفل فواز قطيفان والخاطفين تفاصيل جديدة حول الفدية التي حصلت عليها العصابة مقابل إطلاق سراحه، إضافة إلى مؤشرات توحي بأن العصابة ما هي إلا إحدى ميليشيات نظام الأسد. ونبقى مع أورينت للأخبار في هذا المقطع الذي عنونته ساخرة بعد أن تحولوا إلى مكتب حوالات. أبطال ميليشيا الأسد ينجحون بإيصال الفدية للخاطفين وجلب فواز من الصيدلية للمخفر. السيد وزير الداخلية وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي. أنا باللقاءات السابقة لن أصرح بهذا لضرورة التحقيق. تم تحديد الرقم وتحديد الأشخاص اللي عم ترتبط. أحلام، إذن هذا ما لدينا حول النهاية السعيدة لحكاية الطفل فواز. نعود إليك. نعم محمد، شكرا لك. مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا على حسن المتابعة وأطيب التمنيات.